بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا في سلسلة تتعلق بشهر رجب. موضوع هذه الحلقة هذه اختيار شهر رجب من بين الشهور العربية دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. سيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار هنا هو الاجتباء الاصطفاء لتي يدل على الربوبية ديالو سبحانه وتعالى والوحدانية ديالو عز وجل والكمال ديال الحكمة ديالو والعلم ديالو والقدرة ديالو. ومن الاختيار ديالو والتفضيل ديالو سبحانه وتعالى اختياره بعض الأيام وبعض الشهور وتفضيلها على الأيام الأخرى وعلى الشهور الأخرى. وسيد ربي سبحانه وتعالى اختار من الشهور ديال السنة القمرية أربعة ديال الشهور حرم. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الشهور هذه مقدرة بالقمر اللي هي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. ماشي ديال الشمس اللي هو يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي. فلهذا مقدرة بالسير ديال القمر والطلوع ديال القمر. هذه هي المقصودة في هذه الآية القرآنية. والأشهر الحرم وردات في الآية، ما قالها لنا السيد ربي، قالنا منها أربعة الحرم، جابها مبهمة، ما حددش السيد ربي الأسماء ديالها. وجات السنة النبوية باش تبين شكون هي هاد الأشهر الأربعة الحرم. تروي لنا البخاري ومسلم في الصحيحين ديالهم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحجة ديال الوداع، وقال في الخطبة ديالو: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة، بالفتحة ديال القاف، لأن القعدة جاءت من القعود. الناس يقولوا ذو القعدة، القعود، لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فلا يقاتلون في شهر ذي القعدة. متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهاد الحديث النبوي الشريف سمى الرسول صلى الله عليه وسلم رجب مضر. علاش؟ لأن القبيلة ديال مضر كانت ما تتغيروش. علاش؟ شنو هو العلاقة ديال التغيير وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض؟ لأن العرب ما بقاوش شادين الأوقات كما دارها سيد ربي سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذا ربعة ديال الأشهور تيغريروهم، حيت تبغي شي قبيلة باش تهجم على شي قبيلة أخرى تيمشيو لعند هذا الكاهن ديالهم ويقول له: ودي غير لنا هذا الشهر هذا رجب لواحد الوقت آخر باش تخلي لنا نقاتلو في هذا الشهر هذا، وتخلطوا عندهم الشهور. ما بقاش شهور مقادة، ولكن في الحجة ديال الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم خبروا سيد ربي بان هاد التخربيطه اللي داروا العرب راه تقادات دابا، ولا كل حاجه في بلاصتها، وها هي 12 شهر ومنها اربعه حرم، وتسمى رجب مضر لان مضر كانت ما تتغيروش باش توقعوا في الوقت ديالو، بخلاف باقي العرب اللي كانوا تيغيروه وتيبدلوا في الشهور بحسب الحاله ديالهم في الحرب. وهذا اللي تيسميوه كما سمى سيد ربي النسيء. النساء هي أخرة، تيوخروا النسيء المذكور في قوله تعالى في محكم كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. معنى هذا كان تيلعبوا فسميتو هادشي، وهادشي تنصيبوه دابا
كاين في بعض الدول العربيه اللي تيلعبوه في الشهوره، بدل ما غادي يكون مثلا غدا اللي غادي يكون الشهر ديال رمضان ولا شي حاجه، انا حيت نتناقش مع الدوله الفلانيه تنغيرو، يعني انا تنردو انا قبل ولا تنردو بعد كل شيء، لانه ما بقاش القضيه ما بيننا وبين سيد ربي سبحانه وتعالى، ونخليو التوقيت على ما هو عليه. وقال ان السبب ديال النسبه ديال رجب المضار انها كانت ما تزيد هي في التعظيم ديالها لرجب والاحترام ديالها لشهر رجب، فتنسب لها شهر رجب، هذا بعض ما يتعلق بشهر رجب في هذه السلسلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله.